2/7/2010 في محمية وادي الجمال، ومعنا أستاذ فاهم رزق محمد من المحمية، وكنا هنسأله عن حاجات الحياة البحرية في المحمية هنا. فكنا عايزين نسأل أهم الأماكن البحرية هنا في المحمية. طبعا بنرحب بيكم في البداية بوجودكم في محمية وادي الجمال. بالنسبة للأماكن المميزة في محمية وادي الجمال هي كتيرة. لو اتكلمنا بس عن الجزء البحري دلوقتي، احنا عندنا اماكن كتيرة ومصادر طبيعية كتيرة مميزة لمحمية وادي الجمال. فلو بدأنا وقلنا مثلا اماكن المنجروف، احنا عندنا 9 ستاند من المنجروف او 9 مناطق منجروف موجودة داخل محمية وادي الجمال. المنجروف عندنا منه نوعين اتنين في مصر. النوع الموجود عندنا في محمية وادي الجمال اسمه أفيسينيا مارينا او المنجروف الاسود. المنجروف دي بيعتبر محطة تحلية، يعني البادرة الاولى بتاعته لازم تطلع على مية عذبة. هتقولي مثلا المية العذبة بتيجي للبادرة الاولانية منين؟ ده هو طالع في مية ملحة. الشجرة بتعمل على تكوين البذور بتاعتها، وفي نفس الوقت بتخزن فيها مية عذبة كافية. لما البذرة دي تسقط على السبستريت او على الارض بيبقى فيها مية عذبة كافية انها تعمل عملية الانبات، وبعد كده الفلقات الجنينية او الاوراق الاولانية للشجرة بتعمل ترشيح او فلتريشن للمية بتاع البحر، تاخد المية العذبة وبتطرح الملح عن طريق الاوراق بتاعتها، بتركز الملح في الاوراق. الورقة دي خلاص امتلأت بالاملاح بتبدأ تسقط في الارض. الاوراق اللي بتسقط لها فايدة اللي هي عملية تغذية او عملية تسميد للتربة، يبقى بتنفع الشجر وبتنفع الاسماك او الاحياء البحرية الموجودة في الشجر. دي بالنسبة لحاجة سريعة عن اهمية المنجروف. لو انتقلنا بعد كده ان احنا عندنا مصدر تاني، حاجة اسمها السيجراسز. السيجراسز هتقولي طب ما هي موجودة في اماكن كتيرة خارج المحمية، وانما لما اقول المنطقة دي محمية يبقى كل عنصر من العناصر الطبيعية اللي فيها خضع للحماية. السيجراسز مسجل في البحر الأحمر 12 نوع، اللي موجود عندنا حاليا داخل المحمية 11 نوع، وما زلنا بنبحث عن النوع ال 12 من السيجراسز دي. هتقولي طب ايه فايدة السيجراسز؟ السيجراسز طبعا معروف ان الكائنات البحرية جزء كبير منها بيتغذى على النباتات او على الحشائش او السيجراسز. الكائنات البحرية اللي هي مشهورة هنا في المحمية انواعها ايه واسميها وكده؟ احنا عندنا في محمية وادي الجمال في منطقة اسمها صمدايه، دي خارج محمية وادي الجمال طبعا نطاق مرسى علم. دي بيتواجد فيها اماكن التزاوج او النيرسري هاوس بتاع الدولفين. على غرار المنطقة دي، والمنطقة دي اصلا يعني طالع بها قرار من المحافظ بحمايتها واللي بيشرف عليها المحميات، الى جانب بقى الحاجات التانية انواع القروش بانواعها كلها موجودة عندنا ممثلة في المحمية. انواع الاسماك منها اقتصادية ومنها الاسماك الملونة واسماك الزينة واسماك الشعاب المرجانية
موجود بأنواعها كلها موجودة هنا، إلى جانب 35 نوع من الأنواع الاقتصادية اللي هي موجودة في أشجار المنجروف. في عندنا حاجة تانية بس دي بتعتبر برية وبحرية، يعني جزء من حياتها بيبقى على الشط ومعظم حياتها في المية، اللي هي الترس البحرية أو بنقول على السي تيرتل أو السلحفة البحرية، لأن في سلاحف برية. السلحفة البحرية احنا عندنا في محمية وادي الجمال اترصد 4 أنواع منها، وأشهرها ومعظمها السلحفة الخضراء اللي هي أكتر انتشارا من الثلاث أنواع التانيين. طب بالنسبة للحياة البرية في المحمية هنا، لو انتقلنا للشق البري في المحمية، احنا عندنا هنا تخصصات لنبات وحيوانات في المحمية. بالنسبة للنبات تم رصد حوالي حتى اللحظة 140 نوع من النباتات. بالنسبة للنباتات ايه اللي عملناه عشان تسيطر على عملية الانقراض بتاع انواع معينة من النباتات؟ احنا عندنا هنا جرين هاوس او صوبة بيتم فيها استزراع بعض الانواع اللي احنا شايفينها مهددة بالانقراض. بيحصل انبات للنباتات دي هنا، وفي الخطة المستقبلية ان هي القرية السياحية لما تيجي تبني ما تجيبليش نباتات غازية، ما يجيبليش اللي هي النباتات اللي هي جاية من برة، فبديله انا النباتات اللي عندي، بحيث ان هو يبقى اغلب النباتات اللي عندي هنا بيبقى لها ثمار ولها فايدة طبية، يبقى انا استفدت بيها من ناحيتين، من ناحية الطبية بتاعتها ومن ناحية جمالية، ومن ناحية ما سمحتش لحد ان هو يدخل لي نباتات، لان النبات الغازي بيجي يدمر لي النبات الموجود. ده بالنسبة للنباتات. لو شفنا مصدر تاني من المصادر البرية الموجودة عندي، الحيوانات البرية. الحاجة المشهورة عندي قوي اللي هو الغزال المصري، ده مشهور عالميا والناس بتجيلهم بتيجي عشان تشوف الغزال المصري ده. الناحية الجيولوجية بقى، احنا عندنا منطقة مستقطعة داخل المحمية للتعدين، يعني منها اللي هي المناجم والمحاجر، دي منطقة مخصصة للتعدين. بالنسبة للشق الأسر، احنا عندنا هنا المدينة الرومانية او المعبد الروماني في اسكيت، بيبعد عن هنا حوالي 55 كيلو داخل الجبل. المنطقة دي يعني يقال ان هم الناس دي كانوا شغالين في الزمرد والذهب والحاجات دي. المدينة دي بالكامل موجودة بما فيها المعبد، بما فيها الانشاءات بتاع العمال نفسها، وتشوف ازاي ان هم يعني قدروا يختاروا وادي مغلق. نشكر استاذ فهم على وقته ومعلومات اللي خدناها عن محمية وادي الجمال من خلال الحياة البحرية والبرية. من قبيله العباب ده هو يعرفنا عن نفسه ونساله ويجاوب معنا. ايه اكتر حاجه بتحبها في الحياه البريه؟ طبعا الحيوانات، الاعشاب، الحيوانات البريه. انت بتحب تتفرج على ايه لوحدك؟ الغزال طبعا، تيتل، الاعشاب الموجوده زي السيالك، اشياء اللصف، الاعشاب الموجوده في المحميه. انت من قبيله ايه؟ العباب. العباب ده فيهم كم عيله هنا؟ فيهم 7 عائلات. وايه العوائد بقى اللي تفرق ما بين قبيله وقبيله؟ لا، تقاليد القبيله كل واحد، ده اسمه كريج تسمى عيله كريج، ده اسمه كرد تسمى عيله الكرجار. هم في النهايه كلهم واحد. والوظيفه الاساسيه عندكم في القبيله عباب ده ايه؟ يعني كان المراعي قبل كده، دلوقتي طبعا سياحه وتجاره الناس مش زي الاول دلوقتي. طب حدود القبيله عندكم فين؟ لا، هي الشلتنا شمال، ممكن تاخد حد غرب لغايه راس غالب. في ليكوا عوائل؟ لا بدا وصوان. ومين قبائل تاني معاكم في نفس المكان؟ لا، ما فيش. طيب القانون اللي انت لما يبقى عندك مشكله بتروح للمحكمه ولا بتروح لا طبعا في شيخ بلد، بروح لشيخ البلد وبيعمل قاعده طبعا بيلم الناس، يعني 15 واحد 20 واحد، كل بيت من واحد، بكون اكبر حاجه في السن، يعني مش شباب. كل لازم اكبر مني، بقعد وقعد العرب واللي بيحكم عليك بتدفع. طب انتوا مش مكتوب القانون يعرفوه ازاي الناس؟ لا، هو انت لو ضربت بعصاية، العصاية لها قانون والقلم ده قانون. القلم طبعا كل صباح
300 جنيه العاصمة بالله تعلم تعور تفتح. طب لو بيت معهوش فلوس يدفع؟ بتدفع للقبيلة. بتختار القاضي ازاي؟ طبعا هم في 3-4 هنا قدامك فلان وقدامك فلان. طب هو اتعبوا عبارة عن ايه بقى القاضي؟ لا ما بصح حاجة، بتطلع 100 جنيه 200 جنيه للقعدة بتاعت شاي مثلا للحجز للخيمة. طيب هو مين شيخ العبادة دلوقتي؟ بالوقت حاليا شدول. ايه التغيير اللي حصل بقى في البيت بتاع القبيله من 20 سنه اللي فاتت؟ التغيير لا غير طبعا كتير، كانش عندي نكوشه ولا كان عندنا عفش ولا كان عندنا اي حاجه. دلوقتي عايز اتجوز لازم عاوز عفش، عاوز سرقه، عاوز كوشه. طب انت لما تيجي تتجوز تعرف ازاي عرفت؟ انت ممكن تتعرف عليها في مكان، تتعرف عليها في الفرح وهي تكون من عيله كامله، هو تروح تتقدم من عند الناس. بعد كده بتسمعوا اغاني لمين يا فرح؟ هنا عندنا اكثر حاجه بيسمعوا محمد عبد المحبوب، ده الناس بتسمعه كتير. في فنانين برضه من اسوان كتير. تركته دش؟ طبعا. طب عمل ايه في البيت؟ عاوز لبس زي في التلفزيون. عاوز شاف حاجه بتتعمل في التلفزيون، اكل لازم اعمل اكل زي اللي بيعملوه في التلفزيون. هل اللبس بتاعك اتغير في 20 سنه اللي فاتوا؟ لا هو اللبس بتاعنا اتغير نعم، بس احنا لو عندنا اي مناسبات بنلبس اللبس بتاعنا العادي بتاع زمان اللي هو معمول بالايد واللي هو لا تشتري مش معمول بالايد. زمان ده بتاع الصوف ما حصلناهوش احنا. حاجه اسمها الزعبوط ده كانوا بيعملوه من صوف الغنم ومن صوف الماعز. ده ما حصلناهوش احنا. ازاي باللبس بتاع الراجل اعرف اذا كان ده عبده ولا بشريه ولا شلاتين؟ هو السديري بشريين لازم يلبس سير اسود. يبقى شايل بس عندنا هنا ممكن تلاقي لابس سديره، ممكن تلاقي جلابيه زي كده عادي. سيدة طبعا معروفين بيلبسوا حاجه، اللي بيلبس اللبس لازم يكون ظهري. ظهري؟ العمه بتاعته لازم تكون ظهريه، وبرده التفصيل بتاعه مش نفس التفصيل بتاعه، بس التفصيل السعودي هم. لان هم اساسا السيدة مش من هنا، من السعوديه. وبيتنقل ورا المرعى. المرعى والتجاره. العباب ده بقى ايه لبسهم يميزه؟ اكيد يبقى هو ده لبسه. والله هو الجلابيه عراقي. السديرة مثلا بس مش كتير السديرة. طب والستات هل بتعرف تميز لبسهم ولا كله زي بعضهم؟ لا طبعا كله زي بعضهم. طب انت شايف الاحوال كل يوم بتبقى احسن يعني، ولا هل اثرت عليكم ان الحاجات غليت؟ طبعا بتاثر. في ناس ظروفها صعبه، في واحد زي الناس الصياده دي باليوم عشته باليوم بيسرح البحر، ممكن يجيب العشاء بتاع عياله، ممكن يجيبوش. وفي ناس بتعمل الفحم، عايشه على الفحم. الفحم يعني بيستنى مثل اكاشيا نشفت لوحديها، لو موت يدفع حق عرب على طول. لو واحد قص شجره خضراء وقعدوه قعدت عرب ودفعوه بتاعت الاكاشيا لو ماتت تموت لوحديها. طبعا الوديان هنا مقسم كل واحد له حته، ممكن الراجل هو محتاج بيروح يقصدها من فلان او بالتل، هو بياخد شوالين وبيدي سحب الحاجه شوال واحد. انت يعني احنا تعبناك يا فرج، بس انت يعني صحتنا اللي فاتت دول وكانوا مهمين جدا جدا، مش عارف اقول لك ايه. الله يخليك. الله يكرمك.